حياكم الله متابعين عرب جي تي الفخمين. سيارة اليوم سيارة تاريخها بدا عام 2007 مع الشركة البريطانية العريقة MG. سيارة فيها روح رياضية جميلة، استمر الجيل الأول لحد عام 2013 ثم غابت لمدة 9 سنوات، فعادت بجيل جديد بالكامل موديل 2022 لأول مرة في الصين. تصميم فاست باك نفس مبدأ البانيميرا، نفس مبدأ CLS، نفس مبدأ الأودي RS7 مثلا. فتصميم الجهة الخلفية بيكون منحني، بنسميه الفاست باك. هذا الجيل الثاني عاد بعد 9 سنوات بعدما استحوذت مجموعة سايك موتورز العملاق الصيني على العلامة البريطانية MG. تستهدف فئة الشباب اللي يدور على سيارة عملية سعرها خفيف على الجيب، اقتصادية، شكلها جميل، شكلها رياضي، فيها مواصفات حلوة، وبنفس الوقت فيها لمسات رياضية تدل على شو؟ على تاريخ هذه العلامة اللي اسمها MG. لون جميل لمعنى اللون الزيتي أو الأخضر الغامق على السيارة. في عندك عدة ألوان، شوف له كل شو بوفر عندك من MG7. هذا الجيل الجديد تخيل طلع عام 2022 في الصين، ولكن كان فقط يباع في الصين كطراز MG7. ولكن بعد نجاح علامة MG بشكل عام في الشرق الأوسط، MG عم توسع أسطولها، جابت MG7. تم الإعلان عن هذا الشيء في شهر أبريل 2024، يعني قبل أيام قليلة، والآن السيارة عم تطلق رسمياً في الإمارات العربية المتحدة من وكيل MG. خلونا ندخل بالحامي على طول، نتكلم عن مواصفات السيارة وأسعارها وضمانها. من الآخر، ضمان السيارة 200,000 أو 6 سنوات، أيهما يأتي أولا؟ فضمانها كويس جدا. نتكلم عن شكل السيارة الخارجي. طبعا السيارة تجي بعدة فئات، نحن معانا فئة التروفي لاكجري، أعلى فئة، فولي لودد. تمام. إضاءات عندك LED بكل تأكيد قياسية على كل الفئات، طبعا مكتوب عليها سايك فيجن فول LED سيستم. هذه الإضاءات على فئة الفول أوبشن اللي معانا لليوم، تجي إضاءات أوتو هاي بيم أو لو بيم، السيارة لحالها أوتو ترفع وتنزل إضاءة على حسب الشارع. لو ركزنا مقدمة السيارة على الجوانب حنشوف في شيء اسمه MG بايلوت على اليمين وعلى اليسار. هذه القطع هذه عبارة عن رادارات عشان أنظمة المساعدة لبايلوت MG أو قائد سيارة MG مع الكاميرات الموجودة على الزجاج الأمامي، عشان السيارة فيها عدة مواصفات أمان من ناحية فرمل الطوارئ أمامية خلفية، رادار أمامي، حفاظ على المسار، وهلما جرة حنتكلم عنهم ونجربهم إن شاء الله على الطرقات. فالسيارة أول شيء أيضا بنشوف في تصميمها أنه هي جدا انسيابية، ما فيها فتحات كبيرة أو ما فيها شبك عملاق، لأنه كل ما كثرت الفتحات كل ما قلت الانسيابية. فحاولوا شوف حتى هون بالقطعة هون الشبك كان بإمكانهم يخلوا لهذه القطعة، ولكن شو خلوها من نفس هيكل السيارة، دمجوا فيها الكاميرا الأمامية. طبعا الكاميرا الأمامية ما تجي على كل الفئات، الفئات القياسية تجي عندك فقط كاميرا خلفية، أما الفئات العليا بتجي في عندك 360 درجة من ناحية الكاميرات. لون الكروم الغامق اللي نسميه سموكي، مش كروم فاتح، جميل صراحة كألوان غامقة، عطت لمسة رياضية. وأيضا القطعة أو الشنب الأمامي يكون لك باللون الأسود اللامع. شوف الخطوط على غطاء المحرك، هذه تشوفها أنت وسايق السيارة، يعني نفس إحساس سيارات الرياضية أو سيارات السباق بشكل عام. الجنوط القياسية يكون مقاسها 18 إنش، أما بالفئات العليا بيجي عليها 19 إنش. أعتقد فقط الفئة القياسية تجي 18، باقي الفئات كله 19، شكلهم جميل. الأحلى من الجنوط هو نوع الإطارات المستخدم، ميشلن من البراند أو الماركة العالمية الفرنسية ميشلن، المعروفة بالأداء يعني من ناحية السيفتي السلامة وحتى الأداء الرياضي. ميشلن برايمسي، مقاس 245 40، صراحة نوع الإطارات
جميل جدا. فأنا هذا الشيء لفت انتباهي إنه MG ما بخلت على السيارة بالمواصفات وبالقطع ذات الجودة العالية. أيضا لو نلاحظ عندك ملاقط أو الفرامل أو الكاليبرز بيكون لونها أحمر، هذه تجي تزامنا مع جنطة 19. يعني إذا MG 7 عندك أخذها بجنطة 19 تجي مع ملاقط فرامل باللون الأحمر كلمسة رياضية. أيضا مراية السيارة أكيد كهربائية، عندك ضوء الإشارة عليها وعندك الكاميرات عشان 360 درجة. عندك هذه الحواف الجانبية كلها جاي باللون الأسود اللامع، أحلى من الكروم أكيد. وعندك لو تشوف لو تفتح الباب عندك أنت فريملس أو ما عندك إطار للزجاج، أيضا نفس مبدأ السيارات الرياضية. ولو نركز أيضا حنشوف أنه هذا زجاج مزدوج عشان يحسنوا العزل داخل السيارة. واللي لفت انتباهي أن وزن الباب ما شاء الله تحس فيه وزن، يعني عادة معظم السيارات صرنا نشوفها خفيفة جدا، هذه بابها فيه وزن. سقف بانورامي موجود على السيارة، أكيد السقف البانورامي ما بيجي على كل الفئات، ولكن أنا لو بشتري هاي السيارة أكيد بشتريها فول أوبشن. على الواقف الصوت خفيف، على المشي الصوت أقوى ولكن جميل. عندك صبابات تفتح وتسكر، لو لاحظتوا بالشكل العادم أول ما اشتغلت السيارة ركزوا تشوف في صباب بيفتح وبيسكر. أشياء جميلة جدا منها الجناح، وافتح يا جناح، افتح يا جناح، الجناح نام. عمور عبود ها، طريقة فتح الجناح تذكرنا في البورش باناميرا، تتذكروا كيف؟ إضافة جميلة جدا، سكر ورجع افتح مرة ثانية، شايفين بيرفع بميل بيعطيك الطريقة الحلوة، بعدين بينضب ليكون على مستوى خطوط السيارة. شكله جميل، يعني تخيل ماشي هيك أمام أصدقائك أنت في الجامعة طالعين ورا بعض كم سيارة، تفتح الجناح فبيعطيك شكل حلو صراحة. حبيت شكل السيارة من الخلف LED متصل، حبيت طريقة كتابة السيارة MG7، يعني طريقة حلوة لأظهار اللوجو، بصمة MG ومية وعلم السباق، هذا احتفال 100 عام لعلامة MG ذات الأصل البريطاني العريق. عندك بصمة 405 بتدل على عزم محرك السيارة بالنسخة اللي معانا، وبصمة MG بكل تأكيد. وعندك هذا الزر اللي بيفتح الصندوق الخلفي أو الدبة الخلفية بتكون كهربائية. 450 لتر وحجم الحمولة بالMG7، حمولة ممتازة صراحة. ترفعون عندك إطار احتياطي من شركة ماكسس، عندك هذه القطعة عشان الشمس تقدر أنت تشيلها وتركبها. عندك أماكن لتحفظ الأغراض، المقاعد فيك تنزلها في حال تحتجت مساحة تخزين أكثر، والإغلاق عن طريق أكيد الزر. محتاج تقييمكم بكل صراحة، أنت كواحد تحب السيارات وتتابع كثير من السيارات، شو رأيك بتصميم السيارة؟ بعيدا عن العلامة تبعها، بعيدا عن الصانع تبعها، اتكلم كلغة تصميم هاي السيارة، تصميم شو رأيك فيها، نسبة وتناسب لسعرها واسمها الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الدخول للMG7 المفروض اني اواجه مشكلة بمساحة الرأس لانه تصميم الفاست باك عادة، ولكن والله جيدة، توقعت يضرب راسي. وعليه عازل حراري، ما في ستارة ولكن عازل حراري قوي. تصميم مقاعد الأمامية شوف كيف تصميم الرياضي مع هذه الفتحات الموجودة مع طريقة الانحناء القوية، جلد النابع على الفئات العليا. طبعا الفئات القياسية بيجي مقاعد قماشية أو جلد صناعي، الفئات العليا نفس اللي معانا لليوم جلد نافا ألماني، حتى شايفين تطريزات تشبه سيارات أودي نوعا ما. وعندك تكييف خلفي واصل، عندك اثنين تايب سي للشحن، وعندك مسند وسطي مع حاملات أكواب، وعندك أيضا في الأبواب في أماكن تخزين لحاملات أبواب أيضا جيدة. نظام الصوت الموجود على الفئة العليا بوز، 9 سماعات جميلة جدا. الفئات الأقل يا بيجي عندك 4 سماعات أو 6 سماعات عادية. عشان هيك أنا قلت لكم لو بشتري سيارة بشتريها فول أوبشن، لأنه مو في فرق كبير بالسعر ولكن فرق المواصفات مش عادي. خلينا نشوف المقعد الوسطي هل حكون مرتاح فيه ولا لا، بكل صراحة نجرب. ضرب راسي، عرفت كيف؟ فأنا طولي 187، يعني أكيد لو بطلع الطلعة يا بقعد قدام بسوق غالبا يعني، أو بقعد كمرافق جانبي، أو إذا بقعد بالخلف بقعد على الجوانب ما حقعد في المنتصف. وسائد هوائية ستارية موجودة، وعندك أيضا على المقاعد أكيد في عندك وسائد هوائية، وأمامية موجودة بكل مكان. إضاءات LED من الداخل، كل شيء بتلمسه أنت في مادة طرية ما في بلاستيك، واضح.
انا لو ما كان الشركه ما بحط هذا الكروم الداخلي، بخليه لون ايضا غامق يعني، او اسود لامع بيتشابه اكثر مع التصميم الخارجي، او عشان التصميم ما يكون اسود لامع والومنيوم او كروم بخليه يكون لون السموكي نفس الموجود بالخارج على شبك السياره الامامي. شوف السيارة أول ما طفتها كيف عم تحذرني شو عندي أشياء، كان عطي إنه في نافذة مفتوحة، في باب مفتوح حتى بالخلف بالأمام بكل مكان. أول ما أفتح الباب في عندك تسهيل عملية الدخول والخروج، فبترجع المقعد عشان أنزل بسهولة. أول ما أسكر وأشغل ترجع بتقرب المقعد للوضعية اللي أنا محتاجها. شاشات مثل ما بتشوفوا موجودين على قاعدة متصلة مفصولين لشاشتين، الشاشة على اليمين مقاس 12.3 إنش، على اليسار 10.25 إنش. كل شيء تحتاجه موجود جوا الشاشة، ولكن خلوا لك بعض الأزرار الأساسية أيضا معمولة باللمس ولكن خارج الشاشة، في حال لا قدر الله أي شيء تكنولوجي ممكن يعلق ولا شيء، فخلوا لك موضوع المكيف بشكل خارجي، وخلوا لك زر التحذير الرباعي أيضا بشكل خارجي مش مدموج جوا الشاشة. طبعا هاي الشاشة فيها كل شيء تحكم فيه، وعلى جهة اليسار عندك العدادات، وأيضا في عندك جزء صغير من الشاشة موجود بجهة اليسار التحكم بكشافات الضباب وارتفاع وارتفاع الإضاءة، وعندك زر العادم اللي بيفتح أو بيسكر صبابات العادم. اسمع بسكر، اسمع لأن مسكر العادم، مفتوح العادم. وعندي وضعيات القيادة أيضا موجودة بشكل التاتش أو لمس، نورمال الوضعية الأساسية، سبورت الرياضية، إيكو الاقتصادية، وعندي الزر الخطير على الطراز اللي معنا 2.0 الفول أوبشن بيجي اسمه سوبر سبورت. بتضغط ضغطة واحدة السيارة تعطيك حتى جرافيك مختلف على الشاشة، مع الشاشة الأساسية بيكون أيضا مكتوب عليك سوبر سبورت، وتشوف أنت PSI كم PSI الآن كتيربو، كم تفتح السيارة 1.5 على الواقف عم تفتح 1.5 PSI، تشوف حرارة الكولن، تشوف ضغط الزيت، تشوف حرارة الانتيك، عرفتوا كيف؟ طبعا أنا حاطة الآن باللغة العربية عشان تشوفوا، بضغطة واحدة أيضا بتروح هذه الزر. حنشوف شفات الزر بعد شوية على الطرقات وكيف نستخدمه. الشاشة عندك هذا الهوم بيج، بعدين تروح على اليمين عندك عدة أشياء، عندك اتصالات على الجنب فيها نافيجيشن أو نظام الملاحة، عندك أبل كار بلاي وأندرويد أوتو موجود بكل تأكيد، في بلوتوث، في راديو، في كل شيء أنت بتحتاجه. والإضاءة المحيطية عندك أنت عدة ألوان، وعندك تقدر تتحكم بالسطوع أو الانخفاض تبع هذه الإضاءات الداخلية. طبعاً عم تشوفوا أنتم بتصوير الليلي كيف أمامكم بطريقة جداً جميلة جوا السيارة. وحالة السيارة تحتاج صيانة ولا ما تحتاج صيانة، متى تحتاج صيانة، والبطارية أيضاً تشوف كم فولت، كم الفولتج تبعها. كاميرات 360 درجة جميلة جداً مثل ما عم تشوفوا، عندي أيضاً رسومات شايف 3D بالأسفل زر التشغيل بهذا المكان، وشوفوا كيف الشكل هذا، الخطوط القاسية، الشكل الانحناءات، الخلايا، حتى موجود بحاملات الأكواب يتشابه مع شكل الشبك الأمامي، خطوط حادة واضحة بالسيارة. عندك هذه المواد الداخلية من البلاستيك، كنت أتمنى يكون مثلا في لمسات كاربون أو لمسات شيء أكثر رياضية من هذه، شكله رياضي بس الكاربون كان حيعطي شيء أجمل. في بعض الناس ممكن تسوي هي التعديلات لحالة بالآخر، هم حاطين شيء يناسب ذوق الجميع، للناس اللي اخذتك سيارة بروح رياضية أم بسيارة اقتصادية فيها فخامة عالية. الجير عندك طريقة شيفت باي واير بهالطريقة، وفي عندك وضعية المانيوال لأنه عندك شيفتنج بادلز موجودة على عجلة القيادة بشكل جدا جميل، وهذا زر الباركينج، زر الهاند بريك أو الباركينج بريك، وزر الأوتو هولد اللي بيمسك الفرامل عند توقف لفترات قصيرة. وعندي هذا المكان هو الشاحن لاسلكي بطريقة جدا واضحة وسهلة، كثير من السيارات بيجي لك بمكان داخل أو بهالمكان الضيق أو بمكان نازل، أما هو حاط لك بطريقة جدا واضحة وبسيطة. المسند الوسطي أيضا مطرز بطريقة جميلة. مقاعد السيارة 6 وضعيات كهربائية لمقعد السائق و4 لمقعد المرافق الجانبي. عجلة القيادة عليها جلد نابا، أما الفئات الأقل بيجي جلد عادي أو حتى بيكون ممكن مثل بلاستيك في الفئات القياسية جدا، أما هذه جلد نابا جميل جدا، بذكرك بسيارات أودي صراحة للتصميم جميل جدا. الدي شيب من الأسفل ولكن من الأعلى أيضا عندي نفس التصميم. هذا التصميم مو فقط رياضي، أيضا عشان تكون زاوية الرؤية للشاشة اللي أمامك أنت واضحة بكل مكان، يعني كيف ما عدلت السيرينج أنت شايف الشاشة بشكل جدا جميل.
عندي عدة أزرار التحكم بالمعلومات الظاهرة هون، بتحكم مثل ما تشوفوا بالشاشة وبالصوت. على جهة اليمين بتحكم أيضا بالمعلومات بتظهر عندي بكل مكان. شفنا بالخارج بصمة المئة عام تفتخر ام جي فيها، وأيضا من الداخل حاطينها بهالطريقة. على كل موديلات 2024 من ام جي حتشوفوا هذه البصمة الجميلة. شوفوا هذا المكان، جزء هذا حبيته جدا، في جلد حلوة. ام جي 7 على الطرق. ضغطة سوبر سبورت، نعم إضافة جميلة بهاي السيارة، أنا مش ضدها أبدا. شوف كيف الشاشة الأساسية صار عندي، وشوف شاشة الإعدادات كيف صارت عندي. فول بريك، فول بترول، فتحت صبابات العادم، صار في صوت، صار في صوت طربي ولو أنه بسيط، ولكن أنا بشوف إضافة حلوة. هل هاي السيارة الإضافات هاي الرياضية اللي كنا نشوفها فقط بالسيارات الرياضية ولا عالية الأداء إضافة مو كويسة؟ أنا بقول لك لا، إضافة جميلة لبعض الناس اللي هاي بتكون سيارته الأولى. يا أخي أنا بشتري سيارة ولكن ما بقدر أشتري حاليا سيارة AMG ولا Empower ولا RS ولا أمريكي شلبي وزدو 6، لا أنا محتاج سيارة اقتصادية، ولكن نفس الوقت يا أخي تعطيني شعور رياضي أبدأ في حياتي أنا كطالب جامعة. فأنا بشوف إضافة جميلة وجرافيك جميل للشباب اللي يدوروا على سيارة فيها لمسات. طبعا إذا في حال أنت حسيت أن هذا الصوت مزعج بالنسبة لك، بالآخر هاي سيارتك الوحيدة، ممكن نفس السيارة تستخدمها أنت وحد من الأهل، ما عندك مشاكل، خلاص سيارة تروح وضعية النورمال، خلاص سكر نظام العادم، تحولت للسيارة اقتصادية 4 سلندر استخدام يومي مريحة، مكيف بارد بكل بساطة. فأنا بشوف هاي الإضافات حلوة للناس اللي تبحث عن سيارة تكون سيارته الأولى، سيارة يعني فيها كل شيء أنا بدور عليه في سيارة واحدة، وبنفس الوقت سعرها خفيف على الجيب. طيب يا كريم، كلمنا عن محرك الام جي 7، خلكم من النسخة اللي معانا نسخة الفول أوبشن، في عندك نسخة ثانية تجي بمحرك أصغر حجما واقتصادية أكثر، محرك أيضا 4 سلندر تيربو، ولكن محرك 1500 سي سي 1.5 أوكي 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم 300 نيوتن متر. هذاك المحرك الـ 1.5 يجي مع جير أوتوماتيكي 7 غيارات دبل كلتش. أما النسخة اللي معانا لليوم، النسخة الأعلى والنسخة الأقوى، محرك 4 سلندر 2000 سي سي أو 2.0 أيضا تيربو تشارج، هذا المحرك بيطلع 261 حصان أوروبي بي إس، أي ما يعادل 257 حصان هورس باور، والعزم بيكون 405 نيوتن متر، عزم ممتاز على سيارة بهذا الحجم. وهذا المحرك المتصل مع جير 9 سرعات أوتوماتيك ZF شهير، شركة ZF غنية عن التعريف، كثير من الشركات الألمانية الأوروبية تستخدم هذه أو أنظمة نقل السرعة من شركة ZF. طبعا هذه الشركة هي سبلاير بيصنع جير بوكس والعديد من القطع، فالشركات تشتري منه، فسيارة فيها قطع كثيرة من شركات أوروبية يابانية وغير ذلك. طيب كريم، أنا أختار 1.5 ولا 2000 سي سي؟ أنا الآن كمستخدم حسب استخدامك للسيارة، إذا أنت استخدام السيارة عندك فقط داخل طرقات مدينة ومزدحمة أوكي، وما عندك حمولة كبيرة بالسيارة، الـ 1.5 الـ 1.5 أعتقد هي كافية. أما إذا كان عندك خطوط ودائما معاك أشخاص بالسيارة، الـ 2000 سي سي حتكون صراحة أفضل، تشيل وزن السيارة وزن الركاب بشكل أكبر، وزن السيارة تحت 1.5 طن، فأموركم طيبة، مش ثقيلة السيارة بشكل عام. ولكن لعشاق اللي بدهم دوسة حلوة ويستمتعوا أكثر، أكيد 2000 سي سي حتحس بفرق كويس، وتيربو يعني إنه شيء جيد. بالنسبة لتسارع السيارة، المفروض حسب المواقع العالمية بيقولوا السيارة تسارع بعالم 8.5 ثواني إلى 9 ثواني. تمام، خلينا نجرب مع بعض ونشوف كم حنجيب تسارع من 0 ل 100، ويلا ونعمل اختبار للبريك. حطينا وضعية سوبر سبورت، فول بريك وفول بترول. Thank you.
الآن نتكلم عن قيادة السيارة، محرك 2000 سي سي، استخدام يومي، كيف القيادة؟ بكل صراحة أول شيء لفت انتباهي أول ما استلمت السيارة أنه تيربو ما في لاج كبير واضح، السيارة شالة نفسها، برمجت السيارة متى يفتح التيربو من RPM منخفض ممتازة جدا، فأنا ما حسيت عندي مشاكل بأن السيارة لازم أدعسلها كل شوي وأرفع ضوجان المحرك أو دورات المحرك عشان أتجاوز مثلا. فأنا بشوف سيارة كأنظمة محرك تعتبر ممتازة جدا، من أفضل السيارات، يعني خلينا نحكي بالسيارات الصينية المنافسة من ناحية إتقان برمجة المحرك وأظهار القوة بالوقت المناسب، مو حاسس بضعف في السيارة. غالبا كثير من السيارات الصينية أنه دائما هم يعني حلوين في الشكل، في المواصفات، حلوا مواضيع الضمان ما الضمان، ولكن عندهم مشكلة في ضعف المحركات. فال 2000 سي سي أنا ما شف في مشكلة عندي في ضعف محرك أو ضعف استجابة بصراحة، وخاصة ما وضعية السوبر سبورت، سيارة تتحول، صح الجرافيك فيه بطء خفيف بس بالآخر كل شيء أنت بتدفعه على قده. فشوف طبعا أنا ما بستخدم الشيفتنج إلى الآن، ولكن لو استخدمت حيكون لسه اللاج افضل. شوف الان انا ما بستخدم شيفتنج، بدوس بهدي بريك بعدين برجع بدوس، سياره على طول تسارعت رغم ما دست الدعسه قويه. اوكي لو بستخدم الشيفتنج بادلز حطيت مانيوال على جير 2، اوكي نشيل السوبر سبورت نرجع وضعيه النورمال، كيف حتكون الاستجابه؟ بنزين بريك بنزين بريك، إذا بتحتاج فزة أنا دست يا دوب يعني أقل من ربع دعسة، لو بدعس للنص الاستجابة حتكون أسرع. وضعية سوبر سبورت وضعية السبورت حتكون استجابة أفضل، مع أنه السيارة تيربو ففي أكثر من برمجة على حسب وضعية القيادة وأسلوب القيادة بتتغير البرمجة. لنفرض أنا كنت ماشي بخط سريع، قررت أني أتجاوز بشكل سريع جدا مفاجئ، فبضغط ضغطة سوبر سبورت وخلص شوف التجاوز، انا يا دوب زدت شويه دعسه على طول الار بي ام طلع التيربو فتح تجاوزت. فكيف يعني ما بشبه بس شفتوا هاي الفكره من الزر هذا، انه كيف في سيارات البورش عندك هذا الزر الريسبونس انه هو بيعطيك 20 ثانيه فول باور. اوكي يعني الشركات عم تحاول تضيف هاي اللمسات للناس اللي محتاج السياره فيها شويه مواصفات، بس انا ما عندي امكانيه اشتري السيارات الغاليه، فاضافات انا شايفها جدا حلوه والله. نتكلم عن الأمان، والأمان أولاً وأخيراً بيد الله سبحانه وتعالى. أكيد السيارة تجي أرباقات أو وسائد هوائية أمامية جانبية ستارية بكل مكان، شوف بعض الفئات الأقل ممكن ما تجي ستارية، هي ستارية زيادة، هي غرفة هوائية كاملة في جوانب وكل شيء بس في أيضاً ستارية، فركزوا على هذا الموضوع. عن بعض الوكلاء راجع الوكيل عندك شو بيجيب وأعرف كل فئة شو عليها بيجي إيرباك. تمام. نجي لمواصفات الأمان الموجودة بعيدا عن الوسائد الهوائية، بعيدا عن موضوع الكاميرات الموجودة بالسيارة، في أنظمة مساعدة على القيادة موجودة بالإم جي 7 مثل ما شايفين أمامي جرافيك أنا في الشاشة المقاس 10.25 إنش. عندك هذا الجرافيك عم بين لك الخطوط تبع الشارع، بقدر أنا أشغل عندك نظام المحافظة على المركبة داخل المسار، وبقدر أزيد مسافة الأمان بيني وبين السيارات اللي أمامي، بقدر أزيد أو أنزل السرعة، فبالتالي أنا بريح نفسي أثناء القيادة بشكل عام. طبعا هذه أنظمة مساعدة لا تعتمد عليها اعتماد كلي بمهما كان نوع السيارة، هي وجدت الأنظمة لتساعدك إذا أنت مثلا بس شلت إيدك شوي تأخذ لك مي ولا تأخذ لك عصير ولا أي شيء، لا تعتمد اعتماد كلي على هذه المواصفات يا عزيزي المتابع. تمام طبعا هذه المواصفات ما بتجي بشكل قياسي على كل الفئات، الفئات القياسية بيجي عليها مثبت سرعة عادي مثلا، ما بيجي عليها مثبت سرعة متفاعل. السيارة فيها فرمل الطوارئ، حتى خلفية موجود عندك الفرمل الطوارئ من الخلف أيضا، فعندك نظام قراءة سرعة الطريق أيضا، هاي من أنظمة السلامة أيضا أنك تعرف سرعة الشارع اللي أنت فيه، ولكن أنا الشارع اللي فيه شارع فرعي أو شارع داخلي فما عندك أنت الآن سرعة لهذا الطريق. طيب نتكلم الآن عن موضوع مهم جدا ألا وهو الراحة والعزل. راحة أنظمة التعليق تعتبر جيدة جدا إلى ممتازة. العزل نتكلم أيضا بشكل منطقي عن عزل الام جي 7. عزل الام جي 7 تحت سرعة 100 ممتاز جدا بسبب انسيابية السيارة الجميل، ولكن بكل صراحة على 120 ل 130 جيد جدا، ولكن ما بقدر أقول ممتاز بكل صراحة نسبة لحجم السيارة اللي يعتبر صغير شوي، فهي يعني سيارة أيضا وزنها يعتبر مش عالي، ف
انسيابيته جيدة جدا، ولكن أنا بقول لك بشكل منطقي تسمع صوت هواء خفيف من عند الفتحة السقف البانورامية شوي على سرعة 120 إلى 130 تقريبا، ولكن الشيء مش مزعج، ولكن أنا واجبي إعلاميا أخبركم هذه المعلومات. MG7 والمنافسين بشكل عام أنا بشوف تتفوق من ناحية العراقة كمئة سنة كاسم MG عريق جدا، تتفوق من ناحية أسلوب القيادة يعني واضحة لمسة MG بإضافة هاي اللمسات الرياضية نوعا ما، رغم أن هي سيارة اقتصادية وعملية ولكن أضافوا لمسة MG الرياضية المعروفة، حتى الشعار الحاطين هون احتفالية المئة سنة بتشوف في عالم سباق، بالآخر MG أصله بريطاني أصله سيارات سباق، فما قدروا يطلعوا من الدي ان اي او الهويه هذه، حتى لو الان صارت مملوكه لشركه صينيه عملاق صيني وسياراتهم صارت عمليه، ولكن خلوا بصمتهم موجوده. هاي الاضافات حلوه، هذا بيميز ام جي عن باقي المنافسين، ان عندهم لمسات رياضيه حقيقيه موجوده وملموسه. تصميم حلو، جلد النابه الداخلي، هاي الجلود الموجوده على الداخليه، الالوان الخارجيه الداخليه كلها حبيتها في السياره بكل صراحه. عم تشوفوا الآن أو حتشوفوا الآن أسعار السيارة بشكل عام، السعر ابتدائي وسعر في الأوبشن اللي معانا لليوم، وبالنسبة للضمان بيكون عندك 200 ألف كيلو أو 6 سنوات أيهما يأتي أولا من الوكيل هذا الضمان أو من المصنع ضمان رسمي. خبروني رأيكم بالسيارة، شو رأيكم، هل تعتبر واحدة من السيارات الجيدة أنك تشتريها من ناحية الاقتصادية والمواصفات والشكل والاسم العريق، ولا تفضل أحد المنافسين؟ خبرني برأيكم بالتعليقات، وشكرا لمتابعتكم، ونحو الشعار الدائم للعالمية، بسم العرب مع عرب جديد، السلام عليكم.